الكلام في الموضة يا جماعة بيخلي الحياة حلوة ونحس إنه في ألوان في الحياة حوالينا. أكيد طبعا. طيب نورة، أنت بالنسبة للعربيات عندك أخبار عنها؟ لو عايزين نجيب عربية جديدة. أخبار عن إيش؟ أخبار عن السيارات لو عايزين نجيب عربية جديدة أو نكسب عربية. لا. طيب اللي انا عايز اقوله لك ان احنا النهارده نقدر نستفيد ونفوز بعربيه واللي احنا هنختارها مع فلاش وين، بس السر يا جماعه خلونا نشوفه في الفيديو ده. يلا بينا. باقي اقل من اسبوع واقترب الموعد، هل اخترتم سيارتكم ام بعد؟ العب فلاش وين بالطريقه التي تختارها وقد تفوز بسياره انت تختارها بقيمه 30,000 دولار. الامر لا يحتاج للتفكير، جرب احساس فلاش وين. اشترك الآن بإرسال كلمة فلاش باللغة العربية أو الإنجليزية إلى الرقم المرادف لبلدك. لمزيد من المعلومات زوروا موقع flashwin.net. نورة طبعاً أنت ما توقعتيش سؤالي أن ممكن تفوزي بالعربية، بس اللي أنا عايز أقوله أن فاضل لحد آخر الأسبوع. يلا ادخلوا جربوا فلاش وين واختبروا معلوماتكم أكتر، ممكن تكسبوا عربية من اختياركم وكمان بقيمة 30,000 دولار. سامع يا نورة؟ سامع يا نادر. طيب انا حقول لكم انه انا حروح دحان وحارسل فلاش.